أهلا بكم متابعين أخي العراقي، معي أنا صبا إبراهيم بحلقة خاصة عن بلبل الغناء الريفي ورائد الأغنية الريفية داخل حسن. داخل حسن علي الغزي مطرب عراقي. ولد في قرية الشط التابعة لقضاء الشطرة قرب الناصرية عام 1909. كان يملك بحة في صوته تميزه عن أقرانه، واتخذ من المسبحة جزءا من الآلات الموسيقية التي كانت ترافقه. هجرايها نعادمها وراحل كان سلوى الهوي نعادمها. وبدأ الغناء عندما كان يخرج لرعي أبقار عائلته وهو في سن 8 سنوات، وفي سن 12 كان يتردد مع أخيه الأكبر إلى القرية المجاورة لقريته التي كانت تعج بالغناء والطرب بواسطة المطرب محبوب العبد. وكان داخل حسن يحضر الغناء وكذلك أحضيري أبو عزيز في نفس الوقت. وعندما بلغ داخل حسن سن الرشد أخذ يرافق محبوب إلى مدينة الشطرة يغني في حفلاته وتعلم منه الكثير. بر الهور بر الهور يا خلي يا جريف راح وابتشر واطرب وغني هستلي يا هلي لي طيب العمر لو صارت نعيمة إلي يا خلي يا جريف راح وابتشر واطرب وغني هستلي. رحل في أوائل شبابه من الشطرة إلى مدينة الناصرية لغرض العمل في تصليح الزوارق، ومن ثم عمل شرطياً في عام 1927، وكان أيضاً يقوم بنقل المسافرين بزورقه من الشطرة إلى الدواية. ترك عمله في الشرطة وسافر إلى بغداد عام 1936، حيث تقدم للعمل في دار الإذاعة كمطرب للغناء الريفي. سنة أعتقد 38 رحنا الحلب أنا والأخ حضيري، شركة أمانية، شركة صوت اسمه سجل اسطوانات، مش ويانا يعني احنا منا يعني ما بين مطرب وموسيقي 40 يعني 40 واحد وحضيري وزكية وهذه لقينا الآن سمو كلثوم الله يرحمه سجل قبلنا أنا. وأصبح مطربا معتمدا ريفيا، وقام داخل بتسجيل عدة اسطوانات في شركات عالمية منها نغم وكولومبيا وتقمقجي. وعندما تأسس التلفزيون العراقي في الخمسينات قام بتسجيل أغانيه وحفلاته في التلفزيون العراقي، وجهت له عدة دعوات من سوريا ومصر ولبنان، وبدأ بتسجيل أغانيه والأطوار الريفية في أحدث الاستديوهات للتسجيل الصوتي في ذلك الوقت. التقى داخل حسن بأم كلثوم في حلب أثناء تسجيله لإحدى الإسطوانات، فسمعت صوته وأعجبت به كثيرا ودعته إلى القاهرة ليغني، فقال لها معتذرا: يا ستي أنا ببغداد قوة مدرج لهجتي، إنه بغني بالقاهرة شلون أدبرها. وضحكت أم كلثوم وقدمت هدية لزوجته عبارة عن قطعة من الملابس،
ومن ثم قدم لها شال فبقيت محتفظة به إلى أن توفيت. البلوز أحمر والتنورة خضر هيك الصور قدمتني لقالت هاي تأخذ الإواق لهلك لمكاظم. أحيل عام 1978 على التقاعد وعاد إلى الناصرية وظل فيها حتى توفي عام 1985. إلى أن ألتقيكم بحلقة جديدة في ظل نخلة عراقية جديدة، أستودعكم الله.